يعني يسمى سوق العطارين، سوق العطارين أولا وليس السوق الثلاثي، لكنه جزء من ثلاثة أسواق متوازية. على أغلب الظن سوق العطارين القديم ما عاد موجود، تم هدمه بالفترة الصليبية. الصليبيين أعادوا بناء مكانه ثلاث أسواق متوازية، وعبارة عن مفهوم المول المغلق اليوم، بمعنى أنهم اختاروا مسافة حوالي 150 متر طولاً وبنوا فيها ثلاث أسواق متوازية مسقوفة كلها ويمكن إغلاقها من الطرفين، وهي السوق الوحيد الذي لم يرتبط بالسكان، بمعنى لم يرتبط بالمباني السكنية وما في له طابق ثاني بس طابق أرضي، وبالتالي كان بإمكانه إغلاقه طول الوقت. هذا السوق بشكله الحالي هو صليبي، لكن أعيد بناؤه بالفترة المملوكية، كمان أعيد بناؤه مرة أخرى بالفترة العثمانية. أول شيء هو في مركز المدينة بالقرب من كنيسة القيامة، يقع بين كنيسة القيامة والمسجد الأقصى. اثنين، ارتبط بالذاكرة الشعبية بتجربة خاصة لها علاقة بالبهارات تمام والسلال والحبال، وبالتالي كانوا كل سكان المدينة يتوجهوا له باحتياجاتهم، ودائما خاصة بالأداب الأوروبية البهارات كانت شيء اكزوتيكا، يعني شيء مثير للغاية. بالتالي تحول السوق إلى جذب، نقطة جذب مهمة جدا. يبلغ طول سوق العطارين حوالي 150 متر، وعرضه لا يتجاوز 4 إلى 5 متر، وعلى طرفيه تنتشر الدكاكين من أول لآخره، فيها حوالي 56 دكان. الدكاكين أيضا هي صغيرة، يعني عرض الدكان، عمق الدكان لا يتجاوز 3 متر وعرضه مترين، مترين ونص. هذا الاصطفاف الجميل والمتوازي، بمعنى أنه تقريبا كل فتحات الدكاكين نفس الفتحة، هذا بيعني أنه بني ضمن مخطط هيكلي مسبق ودقيق تمام. وكما ذكر جماليته بأنه هو مغلق، وبالتالي الواحد بس يدخله بشعر بعبق الشرق وجمال الشرق، وبالتالي هو بالضبط يعكس مفهوم البازار الشرقي. سوق القطنيين يعتبر واحد من أجمل الأسواق، ليس فقط في فلسطين بل في العالم العربي والإسلامي على الإطلاق. هكذا وصف في العصور الوسطى عندما جاء الرحالة إلى القدس، بهروا تماما من جمال هذا السوق. سوق القطنيين بنى والي بلاد الشام تنكز الناصري تقريبا حوالي 1336 ميلادية. الحقيقة بنى السوق كوقف على مدرسته الموجودة عند بقرب الحرم بين باب السلسلة، المدرسة التنكزية، حتى يضمن استمرار المدرسة وتمويلها من خلال مشروع اقتصادي مدر للأرباح. وضم إلى هذا السوق حمامين، حمام الشفا وحمام العين، علاوة على وجود خان كبير هو خان تنكز. والطبقة العليا من السوق عبارة عن حجرات لإقامة الحجاج والزوار والتجار. السوق طوله تقريباً 100 متر لكنه شاهق الارتفاع، مما أتاح له مجال جميل جداً للإضاءة وللتهوية، وإله بوابة جميلة جداً بالجهة الشرقية اللي هي البوابة التي يخرج منها الإنسان من الحرم الشريف باتجاه السوق مباشرةً، وهي من أجمل الواجهات المملوكية في المدينة، وتعتبر يعني قطعة فنية من الطراز الأول، أنشئت على يد تنكز في زمن السلطان قلاوون. السوق فيه 52 دكان بالضبط، وتخصص هذا السوق بإنتاج المنسوجات القطنية، وبالتالي كان فيه مغازل لغزل القطن وحياكة الأنسجة ومن ثم بيعها. واشتهر كثير خاصة عندما في فترة القرن الخامس عشر دخل غزل الحرير إلى السوق، بدأ باستيراد الحرير من شمال سوريا وجنوب تركيا باتجاه القدس، وفي القدس كان يتم نسج الحرير
ومن ثم بيعه إلى الأسواق خاصة الأسواق المصرية. هذا السوق بقي فعال جدا حتى الحرب العالمية الأولى، تقريبا تعرض إلى انهيار شديد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية اللي ولدتها الحرب العالمية الأولى، كذلك بسبب تطوير النايلون الحرير الصناعي في فرنسا أدى إلى تدهور أسعار الحرير الطبيعي، وبالتالي استبدلت الناس بالحرير الصناعي البسيط، فهذا أدى إلى إغلاق السوق. قبل بناء سوق الدباغة اللي هو عمليا لم يبنى كسوق للدباغة، لكن بني على أرض كانت تستعمل لدباغة الجلود ولتلوين الأنسجة، تمام، اللي هي الساحة الكبيرة اللي كانت أمام كنيسة القيامة. والحقيقة أنه في نهاية القرن 19 كانت الروائح في هذه المنطقة غير مقبولة أن تكون بجانب مكان مقدس، فقامت بلدية القدس إذا أنا مش غلطان حوالي 1868 بإخراج الدباغة إلى خارج أسوار المدينة، لكن التسمية عاشت، بمعنى حتى السوق الذي أصبح اسمه سوق أفتيموس، تمام، اللي بني في مطلع القرن العشرين الناس ظلت تسميه سوق الدباغة. سوق طريق باب السلسلة بيبدأ من مركز المدينة عند تقاطع المحورين المركزيين، وبتجه شرقاً باتجاه الحرم الشريف، هبوطاً باتجاه الحرم، لأن منطقة بداية طريق باب السلسلة هي نسبياً عالية. على امتداد هذا الطريق هناك سلسلة طويلة من المؤسسات المملوكية، أشهرها المدرسة التشتمورية، التربة الكيلانية، المدرسة الطازية، تمام، المكتب الخالدية، سبيل السلطان سليمان القانوني، المدرسة التنكزية، رباط النساء، كلها تقع على امتداد هذا الطريق. الآن من ناحية تجارية السوق هذا يعتبر كان يسمى السوق الكبير نظرا لطوله النسبي، نسبيا طويل، وكان يقع في أهم خانات المدينة وهو خان السلطان، أهمها وأكبرها على الإطلاق، تمام، وكان يقع بهذا السوق سلسلة من الحوانيت الضخمة اللي استخدمت بشكل أساسي كمعاصر للسمسم، لكن مساحته الخان هائلة جدا، يمكن المساحة الأرضية لحوالي 3 دنم، هذا بيعني بأنه مساحة ضخمة جدا كانت تستوعب كمية كبيرة من التجار والحركة التجارية والتبادل السلعي في المدينة.